أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هل هذا الضابط صحيح بأن الطفل الذي لم يظهر على عورات النساء هو الذي لم يميز الجميلة من القبيحة، فإنه قد يكون ابن 6 سنين لكنه يميز بين المرأة الجميلة والفاتنة؟ ما يميز إلا من 7 فأكثر، إن وجد نادر لا حكم له، ولكن الغالب أنه يميز للسبع، لقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة 7. هذا هو الغالب. نعم.